مساء الخير عليكم أعزائي مشاهدي قناة الصحة والجمال في حلقة جديدة من برنامج نظرة مختلفة. وحشتوني كتير جدا من الحلقة اللي فاتت للنهاردة، ويا رب تكونوا بخير. في الحلقة اللي فاتت احنا اتكلمنا عن الشق الأول وهو الصحة. في حلقة النهاردة هيكون معانا ميك اب ارتست جهاد السعيد، هنتكلم في جانب الجمال بقى. رحبوا معايا بالميك اب ارتست جهاد، أهلا بيك يا جهاد. أهلا بيك يا زينة، منوراني النهاردة. موضوع حلقتنا النهاردة هيكون عن الميك اب ستوري. قولي لي بقى، إيه الفرق ما بين الميك اب العادي والميك اب السواري؟ والميك اب السواري بيبقى زياده شويه، مثلا بيبقى عباره عن كونتور، هايلايت، فاونديشن، ماسكارا، رموش. لكن الميك اب اللي بالنهار بتاع الجامعات وكده بيبقى عباره عن حاجات شوية اللي هو نو ميك اب. نو ميك اب يعني رتوش خفيفه خالص. طيب ايه بقى الحاجات اللي مش بتفضليها قبل الميك اب في البشره؟ ان تجيني مثلا البنوته عامله وكس في بشرتها او عامله تاتو في حواجبها، الموضوع ده بيبقى مؤذي جدا قوي معانا في طريقه حط الفاونديشن، بيطرد اصلا الفاونديشن. والحواجب بقى ما بعرفش اظبطها خالص لما بتكون معموله تاتو. طيب بما ان الميك اب سواري، ايه النصايح اللي تحبي توجهيها للعروسه مثلا قبل فرحها بشهرين؟ يعني بنصحها مثلا تهتم ببشرتها، تعمل سكربات على طول، سكربات طبيعيه حلوه جدا، تشرب ميه على قد ما تقدر، تحاول ما ت... اهم حاجه واقي الشمس وهي خارجه، سان بلوك على طول بس. طيب لو في عروسه برضو جاتلك وشعرها مثلا متقصف او في مشكله، تنصحيها بايه او ايه الحل هنا؟ سؤال حلو. ايوه بصي، احنا بنجيبها بدري شويه، بحب انا العروسه تجيني بدري شويه، يعني شهرين ثلاثه، اشوف شعرها مثلا متقصف بنعالجه، مثلا بنعمل له كولاجين. معانا برضو الصور بتاعتك اللي هي شغلك، يعني هنشوفها برضو عشان نشوف شغلك الجميل ده. طيب بالنسبه للاكسسوارز بتاع العروسه، تفضلي انت تختاريه ولا هي اللي بتختاره؟ بصي، هو الموضوع ده بيبقى مشاركة ما بيننا، أنا بعرض لها مثلا كذا لوك وكذا تاج مثلا أو كذا اكسسوارز، وهي اللي بحب أخد رأيها. يعني مثلا تقولي أنا حابة ده، ماشي، بنبقى رأينا متبادل، المهم في الآخر يعني تطلع حاجة هي مبسوطة منها. طيب بالنسبة لألوان ميك اب العروسة، يعني دي بيتم تحديدها بناء على إيه؟ على حسب بشرتها، على حسب مساحة عينيها، هي مثلا لو عاجبها لوك معين بتوريهوني، مثلا عجبني لقيتها مناسب معاها بعمله، لا مش مناسب بحاول اقنعها باللوك اللي انا شايفاه عليها. تمام. طيب انت قلتي لي انك بتفضلي البشره السمراء اكتر من البشره البيضاء في الميك اب، ايه السبب بقى؟ بعشقها. بحب قوي البشره السمراء، بحس باختلاف، بحس ان الشغل بيبان، يعني بحس ان في كده فرق، حتى لما بتيجي ناخد صوره قبل او بعد بتحسي باختلاف رهيب في العروسه، بتفرق معايا قوي عن البشره البيضاء. بصي اللي هو بحط لها اللي هو نو ميك اب كده عشان ما بتحتاجش اصلا ميك اب، والفونديشن بتاعها بيبقى بسيط جدا. طيب احنا معانا الموديل القمر دي، بنرحب بيكي. طبعا اتفضلي بقى، اثناء ما انت بتعملي الميك اب السواري هنعرف بقى الفروق بقى او الفنيات اللي هي بتغير شكل البشره او شكل الوش. اتفضلي. انا الاول عملت فنشت العين عشان وقت الحلقه وقت الهواء. احنا طبعا عارفين ان احنا مش بنحط البشره على الفاونديشن على طول، لازم الاول بيكون في حاجه واقيه. احنا مرطبين البشره وهنعمل بقى، هنستعمل البرايمر. بنحط برايمر في الاول قبل نحط برايمر الفاونديشن. احنا طبعا عارفين ان في كذا نوع للفاونديشن، بتفضلي انهي نوع بقى؟ بصي انا بفضل الفاونديشن في ليكويد وفي ستيك وفي موس. انا بفضل في السواري، انا بحب الموس في السواري، بيبقى افضل وثباته اعلى. طيب وبالنسبه للميك اب النهاري، بتفضلي انهي نوع من الفاونديشن؟ الميك اب النهاري ده بصي انا ما بحبوش فاونديشن، يعني ممكن مثلا تحطي سان بلوك خفيف، تنت، حاجه كده. وده لانه احنا اصلا عارفين انه الميك اب مهما كان نوعه كويس برضو بيضر البشره. تمام. اشرحي لنا بقى احنا كده بنبدا نحط ايه؟ كده هنحط الفاونديشن. احنا عملنا ده فاونديشن؟ عملنا دوت الفاونديشن الموس. تمام.
طيب وبعد ما بتحطي الفاونديشن بتفضلي انك تحطي بودر؟ ايوه استوري بصي انا بحب استعمل نايت باودر لوس باودر وكومباكت. كومباكت دوت ثباته اعلى من اللوس باودر. اللوس باودر ممكن لو بالنهار تحطيه بيبقى حلو قوي. انا بحب بقى في السواري استعمل الاثنين، بيبقى ثباته اعلى بحيث العروسه تبقى مدتها تبقى اطول، بترقص بتعرق يعني. بنتعامل كده بطريقه هو طبعا الطبطبه. الطريقه الصحيحه هي الطبطبه معروفه يعني. طيب بتحبي تحطي كونسيلر ولا؟ انا حاطه لها كونسيلر علشان خاطر كنت برسم العين من تحت. تمام. انت قلتي انك بتفضلي الكومباكت بالنسبه للباودر واللوس باودر صح كده؟ بحبه في السواري اكتر عن النهار. احنا قلنا ان بالنسبه للميك اب النهاري مش بتفضلي حاجات كتير، يعني ممكن ما تفضليش بقى ايلاينر او ماسكارا الصبح. لا مش بحب الايلاينر، ممكن ماسكارا خفيفه كده دي بتبقى حلوه كويسه، لكن بالنسبه لل تفضلي نوع ايلاينر معين؟ انا بحب الايلاينر هو الايلاينر بوستي على حسب استعمالك انت يعني. ممكن في واحده بتحبي مثلا ايلاينر المائي، في واحده بترتاح على حسب ماسكتك انت. بس بالنسبه للميك اب السواري اكيد بنفضل اللي هو الثابت اكتر. انا بحب الجل ايلاينر. الجل ايلاينر دوت ثباته اقوى وبيبقى ظاهر اكتر وبيبقى فيه مطه شويه. ده الكونتور، بنحاول ان احنا نصغر المناخير. احنا عايزين نوضح شكل برضو الموديل يعني بقدر الامكان نوضح التفاصيل للساده المشاهدين. تمام. هي الموديل معانا هنا يعني مش هيبي فيس، بس ممكن المناخير شويه نحاول نقلل. لو بالمناخير صغيره، لو المناخير صغيره بنحاول نقرب الخطوط دي، الخطين دولت بنحاول نقربهم شويه. لو المناخير بقى كبيره شويه بنحاول نبعد الخطين نقرب الخطين. نوريها للكاميرا بالنسبه للانف. ممكن نعمل كونتور برضو، في كونتور للشفايف بحيث تدي فوليوم او اكبر يعني، خاصه لو صغيره. طيب بالنسبه لل تلاحظي ان الشفايف قلبت كده يعني انت كده بقى بتكبريها، ده حل للمشاكل اللي هي الشفايف الصغيره. ايوه. طيب بالنسبه للكحل بتفضلي الابيض ولا الاسود وليه؟ انا بحب وبصي وعلى حسب العين. بس هو الكحل الابيض بيوسع شويه، لكن الكحل الاسمر هو بيديها جمال بس بيضيقها شويه. ممكن مع عروسه مثلا او بنوته تلاقي عينيها مثلا ضيقه من هنا وواسعه من قدام، ساعات بتبقى مقفوله شويه. ممكن ناخد نص نص الكحل من قدام اسمر ومن ورا ابيض. ده بيفرق كتير قوي معاكي في سحبه العين، بتوسع سحبه العين. زي ما انا كده بصي عامله هوريكم برده اما تفتح. نوري الكاميرا عشان احنا ممكن هنا نعمل لها طبع حسن برده يزيد جمالها. هي اصلا قمر يعني. طيب مشكله الكحل السايح بقى تقدري تحليها بايه؟ بصي احلى، انا بحب اللي هو جيل لاينر بيبقى حلو قوي بديل الكحل. يعني بستعمله بديل لا الكحل. مش بيسيح يعني؟ لا مش بيسيح، حتى لو حطيتيه بالنهار بيبقى جميل قوي. طبعا بالنسبه للرموش احنا بنفضلها سواري اكتر مش بالنهار. الرموش لا انا بحب السواري بس. رموش بس بالنهار لا طبعا بتبقى صعبه قوي، ولازم تختاري الرموش يعني منظمه مع مساحه عينيك، يعني ما تبقيش عينيكي واسعه وتختاري مثلا رمش صغير مش يبان، ده في السواري. لكن لو مثلا بالنهار لا، هي ماسكارا بس. احنا هنعمل حلقه ان شاء الله معاكي يا زينب علشان تركيب الرموش حبيبتي تنوريني. يا نهار ابيض. لان الرموش دي يعني حوار تاني، حوار كبير خالص يعني. كل حاجه كل عين لها رمش معين. طيب بالنسبه للكونتور والهايلايتر اكيد طبعا مش بنفضلهم بالنهار، بتفضليهم في الميك اب السواري اكتر؟ لا الهايلايتر لا، لكن الكونتور ممكن لو بنوته مثلا رايحه الجامعه وعندها ديفو مناخيرها كبيره شويه خدودها عاليه تقدر بتحاول انها كونتور الباودر بس، لكن الكريمي بيبقى شديد شويه،
شايفينه اهو. احنا كده عملنا بصي انا عارفه طبعا انك يعني بقدر الامكان مشغوله مش بتاخدي بالك من ده، بس احنا عايزين نوضح الموديل للكاميرا. كده بصي احنا لو هنا مثلا عندنا مثلا لو خدها عالي بنحاول نسحب الكونتور عند الشفايف لتحت. ما بين لكن لو هي مثلا خدها منخفض منخفض بناخده دوران شويه، بياخد كيرف دوران كده. تمام. احنا كده حطينا برايمر وفاونديشن والفاونديشن والكونتور. ده ايه دلوقتي؟ الباودر كومباكت. بتفضلي بالنسبه للباودر بتفضلي اكتر انك تحطيها بالفرشه ولا بصي على حسب استعمالك، على حسب مسكه ايدك انت، يعني اللي بترتاحي فيه المهم تحطي. المهم تحطي وتحطي بطريقه كويسه. بس طبعا هو احنا عارفين انه الميك اب طبعا بيضر البشره، بس بقدر الامكان نجيب براندات كويسه بقى. ايوه طبعا لازم لازم. وبرده على حسب برده يعني فاهماني مقدرتك، يعني كل واحد يجيب اللي يناسبه. نوضح للكاميرا كده. بصي كده خلصنا الباودر. بتفضلي اي شادو الصبح؟ لا لا، اي شادو الصبح ده صعب قوي. بس يعني ممكن مثلا لو تنت خفيف، ماسكارا ماسكارا حواجب برضو بتبقى خفيفه كده حلوه الصبح. بس كحلي بسيط. الحاجات دي مفضله في السواري اكتر كده يعني. ما الخطوه الجايه ايه؟ الهايلايت. لا استني، البلاشر الاول بعدين البلاشر. شفتي انا حافظه. انت شطوره زينب. ليه اللون غامق بالنسبه للبلاشر؟ لايق على الطقم مثلا؟ لا هو انا بحب الغوامق اكتر، ان هي خدها اصلا عالي، هي لها خدود، فالغامق بيبقى يعني بيقلل شويه الخد. بس لو حد خدوده مش كتير اتفضلي الفاتح يبقى يزيرو. وبعدين احنا هنحط الهايلايت فاتح فهيبقى احلى. تمام. الهايلايت بقى هو فعلا كونتور مع البلاشر مدي شكل جميل. أيوة ما شاء الله بيظهر بيحدد جمال الوش، يعني بيظهر جمال الوش. يعني دي من الحاجات الجديده اللي احنا بصي يعني مبهورين بيها. ما بصي البنات مهبوله بيها. بصي انا عارفه طبعا انك بتندمجي في شغلك، بس بقدر الامكان نجيب زاويه عشان الكاميرا. كده حلو. برضه بصي ناخد ايه على الشفه كده. ده هايلايتر؟ على الشفه هايلايتر تديها فوليوم اعلى شويه. بتكبرها؟ بالذات مع الشفايف الصغيره. طيب لو في حد بقى ايه الفنيات، لو في حد مثلا عاوز يغير شكل الشفايف يصغرها شويه؟ ما انا زي ما قلت لك بالكونتور. وفي بقى وصفات هقول لك برضه على وصفه حلوه قوي انا بعملها بالنهار بتبقى جميله قوي. بعملها من اول النهار بتنيها معايا. بتجيبي مثلا معلقه دي عشان تعلي الشفتات دي. فيلر طبيعي. بتجيبي معلقه فازلين، فازلين طبي، على رشه شطه، على قرفه باودر وجنزبيل باودر. تقلبيهم على بعض، تحطيهم الصبح وتسيبهم 5 دقايق. بيدي فوليوم. بيدي فوليوم عالي جميل قوي. حتى لو حطيتي حقيقه معلومه جديده. ملمع شفايف بيخليها جميله كانك عامله فيلر طبيعي. دي مشكله بقى مع البنات اللي هي ايه شفايفها صغيره. بتبقى جميله قوي معاها. حتى لما بتجيني عروسه بعملها. يعني اصلا شفايفه كبيره مش بيحتاج ده طبعا. لا مش بيحتاج بقى خلاص، هي بتبقى عايزه اصلا تصغر. يعني في رسمة معينة ممكن تصغر برضو الشفايف لو حاجة شفايف كبيرة. بصي احنا دلوقتي هنرسم الروز.
احنا هنا نحاول طبعا عايزين نحاول نقرب يعني نخلي الشفه اللي فوق قريبه من الشفه اللي تحت. ساعات بتبقى بنوته الشفه اللي تحت صغيره واللي فوق كبيره، فانت بقدر الامكان تحاولي تقربي الشفتين من بعض يكون حجمهم قد بعض. ايوه نحاول ننزل بتاع. انا برضو هشرح لك برضو اللي انا عملته في العين عشان الحلقه، واللي عملت لها العين قبل عشان يبقى الميك اب كامل كمان. عشان تطلع الميك اب كامل. او انت حاطه هنا رموش؟ حاطه رموش. انا بقول لك الرموش دي عايزه لها حلقه لوحدها يا زين. انت نوريني. يعني بصي انا نقيت لك موديل اصعب موديل مع انها اموره وبيبي فيس كده، بس اصعب موديل في الميك اب العيون المبطنه، عينيها مبطنه، العيون المبطنه دي بتبقى صعبه جدا في رسمه العين. يعني ما حبيتش اختار لك عيون سهله بحيث ان ايه نعرف. بس طبعا انا عجباني جدا ما شاء الله الرسمه، يعني شبه رسمه القطط كده. هي كيوت اصلا وعسوله. تمام يا زينب كده؟ تمام. رأيك معايا كده؟ جميلة جميلة ما شاء الله. احنا طبعا شغلنا اصلا بنظبطه اكتر لما بيكون قدامك مراية. واحنا كده تمام ولا في اضافات؟ انا هشرح لك بقى العين. هديكي برضو فوليوم برضو بسيط كده للشفايف. من نفس اللون الغامق اللي احنا حطيناه، يعني الوان النود دي من نفس اللون، نفتح من وسط الشفايف كده. ليه بقى ده بتدي فوليوم برضو؟ بيدي فوليوم اعلى كده وبيبقى يخلي الشفه ليها جاذبيه كده. دي حقيقة ده برضو انا بفضله في السواري. نشرح بقى العين عشان اخر دقيقتين معانا. عندك هنا انا ثواني هنا انا عملت جل حواجب. جل حواجب وماسكارا. جل حواجب وماسكارا، ماسكارات حواجب، وخليتها ايه مش حته واحده، يعني تبقى بصي مفرغه. لو الكاميرا تقرب شويه هيبان ان الشعرايه موجوده. يعني الشعرايه دي انا اللي عاملاها مش شعر حواجبها. هي شعر حواجبها فاضي من قدام. هو الافضل انه تكون شعر كانها 3 دي كده. تمام. وهنا بقى خدنا الوان النود، الالوان الانتقاليه. وزعناها من الاغمق الافتح للاغمق. تمام. وهنا بقى الالوان الشمر وجليتر بقى خفيف، عشان طبعا هي برضو سوليتها قبل عشان يوضح الفرق. هي كانت عروسه جميله برضو. هي في كل الحالات قمر طبعا. والرموش بقى بنختارها على حسب مساحه العين. وهنا برضو في حاجه ان انا هنا بصي الفاتح اللي هنا الهايلايت اللي تحت العين فصل ما بين الجفن العلوي والجفن السفلي. ده واضح بحيث ادى مساحه للعين. هي اصلا عينيها مقفوله، انت لو شفتي الصوره قبل هتلاقي عينيها مقفوله من ورا، فادينا كيرف كده ايه مدياله فوليوم. مدينا فوليوم من ورا كده ان عينيها واسعه. وهي عينيها اصلا صغيره. والرموش بقى اخترناها على حسب رسمه عيني. يعني هي عينيها مبطنه، الرموش لو عينيها مثلا في عين اسمها جحظه، العين دي بتبقى بارزه شويه واسعه. تنفع لها ايه رموش، لكن دي تبقى محتاجه رموش معين اللي هي لها سحبه او قصيره من قدام وطويله من ورا. الحلقه بقى دي انا بعملها يا زين. اكيد طبعا. نورتوني طبعا. نورتيني ميك اب ارتست الهاد والموديل القمر دي. وطبعا كده انتهت حلقتنا النهارده، واتمنى طبعا تكون عجبتكم وفي استفاده، وعلى وعد بلقاء اخر ان شاء الله.